هنا سوريا تضاهي الصناعة الروسية. هكذا وصف جيش الإسلام ورشة صناعة الأسلحة التي أنشأها. لم يمضي على تشكيله أياما عشر ليعلن عن إنشاء ورشة ضخمة لتصنيع الأسلحة المتطورة وتصفيح السيارات والآليات، معتبرا ورشته هذه أكبر ورشات التصفيح في سوريا، وأنها لا تنافس الصناعة الروسية وحسب بل تضاهيها. هو أبو راتب قائد الورشة يتحدث عن عمليات الورشة وعن إنتاجها. فبعدما كان عملها مقتصرا على تصفيح السيارات المزودة برشاشة من عيار متوسط، أصبحت تقوم بتزويد ما أسماه بالدبابة الطبية برشاشة من العيار الثقيل، بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة. الورشة الخارقة لم تكتفي بهذا القدر، حيث أعلنت عن تصنيع قاعدة صواريخ متنقلة يمكن تثبيتها على السيارات والآليات، مزودة بلوحات إلكترونية تحدد الهدف بدقة، ناهيك عن راجمات الصواريخ المصنعة محليا والتي وصفها أيضا بأنها تضاهي الروسية. ورشة بهكذا ضخامة تجعل من فكرة الدعم السعودي واضحة. فمثل هذه التقنيات كاللوحات الإلكترونية وراجمات الصواريخ تحتاج إلى مورد مالي ضخم، هو ما أمنته السعودية لزهران قائد الجيش وابن عبد الله علوش أكبر الشيوخ المتشددين في الغوطة. عبد الله أحد المقربين من العائلة المالكة في السعودية حيث يقيم، هو من أوعز لابنه زهران بإحداث سرية الإسلام، حيث كان صلة الوصل بين زهران والاستخبارات السعودية، فأمن له الدعم الكامل، ما مكن زهران من التوسع بسريته من 14 عنصرا إلى 60 كتيبة و11 مكتبا إداريا. هنا سوريا.